الله دربك خضر، انت دربك يعني طريقك خضر الكويتيين، ولا قلبك خضر، ولا درب الكويتيين يقول قال هذا فلان قلبه خضر، وبساعة سمعت واحد يقول له قلبك خضر، واحد يقول له دربك خضر، واحد يديت ام حسين الحمد لله نعمة تقول ابوك سيد يوسف رفاعي ودينا مشطر غرفة صفية تقول بيعقوب قصته خضراء. فانت شنو تحب القبة الخضراء لسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ والوالد مدرسته مع دماغ الشرع درسنا فيها بالسبعين ابتداء متوسط وثانوي كمان قبة خضراء. انت تحب شنو الاخضر يكون، لسانك ام قلبك ام دربك ام يكون سجادك بدل الاحمر اخضر؟ كنا هيتنا جنة خضرة. الله اي والله سبحان الله. سيبك من اللي سكتنا ده في الدنيا. اي والله اللهم الدنيا سبحان الله. نعم يا رب. الخضار حلو لما يصير حر ويصفر. اوه يا الاخضر ها الجنة خضرة. يا رب يا رب يا رب. بسألك سؤال، انت مين اللي تقول له انت در يعني من قلبك تطلع الاخضر تقول له دربك خضر، مين هو؟ اكيد طبعا اول حد ولادي يعني لازم اقربون او لا ابنائي طبعا. انزين مين اللي بحياتك قلت له دربك خضر طريقك اخضر؟ ولادي كله. الله وابوك وامك؟ ابويا وامي ما أنا سيدنا بحاجة. محمد صلى الله عليه وسلم والله بالقران يقول شنو عن الخضراء؟ ابويا وامي بالقران ايه بالخضار جيب صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا خضرة خضرة خضر. أيوة حلوة الخضرة. حلوة الخضرة والجنة حشيشها أخضر وزعفران. أخضر هو النماء هو العطاء. والقرآن الله جاب عن الخضار. نعم نعم. شنو؟ كل البسونة ثيابا من سندس خضر واستبرق. آيات كلها بتوصف الجنة. الجنة دربك خضر وعمرك ايه عندكم المثل ده اي أيوة والله. والقمر لان الشمس غابت. يا رب يكون طريقنا وطريقكم اخضر الى الجنه والله يرحم الاموات قبورهم خضراء ان شاء الله. امين.